عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. والعجب أن البعض قد شطح فقال إن هذا الحديث دليل على استحباب كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس دليلا على النهي، ففهم وعلي شطحة، ففهم من قوله لا تتخذوا قبري عيدا أي لا تجعلوا قبري بمثابة العيد الذي يعظم في السنة مرتين، وإنما اجعلوه أكثر وأكثر. ويرد على هذا بما يأتي: أولا أن هذا خلاف ما عرف من مصطلح كلمة العيد، وهو الذي يعود بماذا؟ بتكرره سواء كان يوما أو شهرا أو سنة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، فلو كان يريد أن يزار أكثر تصرح بذلك ولم يوهم، فكما قال أكثر علي من الصلاة، ما الذي يمنعه أن يقول أكثر من زيارة قبري؟ ثالثا أن هذا خلاف ما ثبت عن آل البيت مما سبق ذكره، وهم أعلم من غيرهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها خرجت من المدينة كما سبق وهم أعلم من غيرهم، حتى أن بعض العلماء يعني علماء الأصول جعلوا عمل المدينة إجماعا، فجعلوا اتفاقهم إجماعا، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم أقرب إلى الحق وإلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وهذه مسألة أصولية، الصحيح أن إجماعهم ليس إجماعا قطعيا تلزم به الأمة. رابعا أن آخر الحديث يطرح هذا القول، لأنه قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت. خامسا أن في حديث الحسن ابن الحسن لما ذكر هذه الأحاديث بين العلة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا القول من البطلان من أوضح ما يكون.